أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة KHK MMA أن كازاخستان ستحتضن النسخة السادسة لفعاليات بطولة القتال الشجاع التي سينظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق من منظمة KHK MMA يوم السبت المقبل بصالة هالك أرينا بالعاصمة القديمة ألماتي. وقال سموه إن اختيار إقامة بطولة القتال الشجاع السادسة في كازاخستان يأتي اعتبارا لموقعها الجغرافي على خارطة العالم الذي يعد مدخلا للقارتين الآسيوية والأوروبية، مما سيمكن من الانتشار الأوسع على مستوى القارتين، مضيفا سموه أنه منح المنظمة الضوء الأخضر لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة لإقامة هذا التجمع الرياضي العالمي. وأشار سموه إلى أن الجهود ستتواصل وفق الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع دائرة تنظيم وإقامة هذا الحدث في مختلف العواصم والمدن الكبرى لدول العالم، والتي سيكون لها الأثر الواضح في تعزيز تواجدها الدولي، والذي سيسهم في تحقيقها للمزيد من النجاحات التي تنعكس على تحقيق الهدف الذي وضعه سموه في أن يكون المشروع البحريني بريف الرقم واحد على مستوى البطولات المحترفين برياضة فنون القتال المختلطة، والذي ينعكس بشكل كبير على تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الدولية وبخاصة على مستوى هذه الرياضة. وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لجمهورية الهند الصديقة الشكر والتقدير على احتضانها للنسخة الخامسة التي حققت نجاحا متميزا، مثمنا سموه الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الهندي لجميع رياضات فنون القتال المختلطة في المساهمة والمشاركة في التحضير والاستعداد الأمثل لتنظيم هذا الحدث بمدينة مومباي، متطلعا سموه لمد جسور التعاون والتنسيق مع الاتحاد الهندي في سبيل تحقيق أعلى معدلات النجاح لهذه الرياضة في المستقبل القريب. وأشاد سموه بتفاعل الجمهور الكبير الذي حرص على الحضور لصالة دوم لمتابعة نزالات النسخة الخامسة من البطولة، مشيدا سموه بالمستويات العالية التي قدمها المقاتلون خلال المواجهات والتي انعكست على إبراز هذه النسخة، مهنئا سموه في الوقت ذاته الفائزين بنزالات هذه النسخة، ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المقاتلين في النسخ القادمة. إلى ذلك، تخلل النسخة الخامسة من بطولة بريف عرض بالسلاح الأبيض تم تقديمه أمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، حيث يعتبر هذا العرض جانبا من العروض العسكرية التقليدية المرتبطة بتاريخ جمهورية الهند الصديقة.